السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه تاع مخوله، وكنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. كنشكر جميع المتتبعين ديالي. غادي نختار عليكم واحد الكيكه، وكنحتاجوا في المقادير كاين عندنا جوج بيضات، كاين عندنا معلقه كبيره نتاع الزبده، كاين كاس سنيده، كاس زيت، كاس عصير نتاع الليمون، كاين قشور الحامض، كاين الدقيق، جوج خمارات، وخماره نتاع السكر فاني. بسم الله على بركه الله. درنا البيض، السكر، الزيت، العصير نتاع الليمون، قشور الحامض، والزبدة. بعد ما درنا جميع العناصر، بعد ما خلطنا جميع العناصر ندير السكر فاني، غادي نديرو الملون احمر، بعدما خلطنا جميع العناصر غادي نزيدو الدقيق وخميرة الكلوب. Thank you.
الخليط ديالنا. غادي نخلي نكملوه نديرو في واحد المول. هذا هو الخليط ديالنا، غادي نديرو في مول مدهون بالزبدة. غادي ندخلوه الفرن على درجة حرارة 180. للتزيين غادي نحتاجو السيرو. السيرو درت فيها عصير تاع الليمون مع شويه د الماء مع السكر، وغادي نحتاجو لاكريم مع ملون حمر. Thank you.